في عينيه بريق ذكاء وفي وجهه حكاية خاصة يدركها الجميع، ومن خلفه حب محفوف بالقلق. رغم عزلته كان يشعر بكل شيء ويرى كل التفاصيل. إنه محمد، ذاك الطفل المصاب بالتوحد الذي سيطفئ قريباً شمعته السادسة، وهو لا يزال في عالمه. محمد ابني هو مريض توحد بدرجة عالية جداً، وده كان تقرير المستشفى. أنا كنتش عارف إن هو عنده توحد ولا كنت مقتنعة بكده، بس ما بيتكلمش، ما كانش بيتكلم زي الأطفال، كلمة واحدة بس: ماما. اكتشفت مرض التوحد من سنة. أنا كنت قاعدة أنا ومحمد، ما كناش بننزل، كنا منعزلين تماماً عن الدنيا كلها. ابني ليه عالم خاص بتاعه، عنده لغة واحدة بس، إن هو لو غضبان ممكن يكسر أي حاجة قدامه، ممكن يأذي نفسه، ممكن يعمل تصرفات مش صح خالص. لا يجيد محمد سوى لغة الصمت والتأمل، يتحدث لغة غريبة لا يفهم طلاسمها. تصطحبه والدته كل صباح في رحلة العمل اليومية، حائرة بين شقاء البحث عن لقمة العيش والخوف والحزن على الضنا. أنا ومحمد مش بنسيب بعض خالص، ابتداء من الصبح، بنبدأ يومنا من 7 الصبح، يومنا ما بينتهيش إلا حوالي 12 بالليل. كل دوت وابني معايا مش بيفارقني خالص. أنا عندي أمل إن ربنا هيشفيه وإن هو هيبقى حاجة جميلة في الدنيا. عندي أمل إن محمد هيكبر وهيتكلم وهيبقى سند لي. محمد لما بيلاقيني زعلانة بيجي يطبطب عليا، بيحضني، بيخاف عليا. كفاية حضنه وإحنا نايمين بالليل وأنا واخداه في حضني، هو الدنيا بالنسبة لي. ياسمين، تلك الأم التي كتبت عليها خطى تمشيها بابتسامة رضا ونظرة أمل، تبدل الحال والطباع والاهتمامات والأولويات، تركت الحياة التقليدية ودخلت دوامة أخرى بأبعاد وطموح وأحلام مختلفة، لأن ابنها محمد دعاها إلى عالمه الخاص. محمد ده أجمل طفل في الدنيا، أنا بتمنى من ربنا إن ربنا يخليهولي. وتاني بكرر لكل أم وكل أب اللي عندهم طفل زي محمد، عندهم قطعة من الجنة.